وصفة طبيعية وسحرية باش نطلعوا في المعدة ديالنا. فهاد الوصفة هذه إن شاء الله غادي نصايبوها اليوم باش نوجدوها الغداء إن شاء الله تعالى. إذن غناخذوا فيها البابونج. البابونج راه موجود في الدار. دابا أنا حاولت ناخذ المواد اللي غادي نلقاهم في الدار. كاين البابونج، كاين أوراق سيدنا موسى، الخرقوم بلدي، عرق ما نطحنوش، الزعتر والشعير. فبعض الناس راه شراو الشعير دابا باش يعطيوه نعم الخرفان، فهذاك حتى هو غادي نستعملوه لان عنده فوائد كبيره في تحسين عمليه الهضم. اذا البابونج كناخذوا معلقه صغيره، ورقه وحده ديال سيدنا موسى، عريق ديال الخرقوم بلدي، معلقه صغيره ديال الزعتر، ومعلقه صغيره ديال الشعير. هاد المكونات كاملين كنديرهم في واحد الكاس كبير ديال الماء. إذن كاس ديال الماء كبير كنحطوهم فيه وكنخويو عليهم الماء مغلي طارق السبوله ديالو حتى كيعمر هذاك الكاس. كنخليهم يطلقوا واحد المده ديال 15 دقيقه يعني ربع ساعه، وكنصفيو هاد المكونات هادو في واحد القريعه اللي كنديروها في الثلاجه، وكنوليو كنشربوا نص كاس من هاد الخليط هذا نص ساعه بعد الفطور ونص ساعه بعد العشاء، وكنداوموا عليه 15 يوم يعني طيله هاد الايام هذه المباركه. ومبروك عواشركم، وتعيدوا وتعاودوا ان شاء الله بالصحه والعافيه، ونتمنى ان شاء الله اي عيد يطلع لكم تكونوا بصحه وعافيه وجمال يا رب. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.